في حديث أجريناه سابقا مع أحد المسؤولين في وزارة الكهرباء، أذكر كان ربما وزير كهرباء أسبق، قال بأن لهذه المحطات الغازية القدرة على التحول إلى وقود سائل، إلى نفط أسود أعتقد أو ديزل. لماذا لا يتم تحويلها؟ أم هذا الكلام غير صحيح؟ أستاذ أحمد العزيز، أولاً خلي في بالك وزارة الكهرباء ما نصبت أي محطات غازية دون أن تكون هنالك محاضر مشتركة مع الأخوة في وزارة النفط، وأيدوا أنه سيكون هنالك غاز كافي لصالح المحطات، هذا أولاً. ثانياً بالعكس، الغاز اليوم العراق بيوفرد غاز سواء كان مصاحب أو حر، لكن بصراحة هذا الغاز غير مستغل. ليس هنالك تأهيل إلا الآن، الآن بدأوا بتأهيل حقول الغاز ولدينا حقول كبيرة للغاز. عذر المقاطعة سيد أحمد، هذه نقطة يجب أن أتوقف عندها. تقول بأن نصب هذه المحطات جاء بتوصية من وزارة النفط عندما قالت لوزارة الكهرباء نحن نستطيع أن نولد الكهرباء من الغاز، الغاز متوفر، يعني خدعتكم وزارة النفط ولا شنو؟ يعني جميع المحطات المنصوبة وهي من المحطات الغازية، وبالمناسبة غازية ترى تعمل على جميع أنواع الغاز المنبعث من المشتقات النفطية، يعني مو فقط على الغاز. مع ذلك لم تنصب أي وحدة توليد غازية في جميع محطاتنا إلا بعد الاستفتاء والتوقيع بمحضر مشترك مع الإخوة في وزارة النفط وعلى امتداد الوزارات السابقة، وأيدوا أن هنالك خطة وقودية وغاز سيكون كافي لتشغيل محطات الكهرباء. على هذا الأساس أنشأت المحطات واكتملت ولم يتوفر الغاز بالشكل المناسب لصالح الكهرباء، هذا أولا. ثانيا اليوم لدينا حقول أرطاوي وسيبة وخشم الأحمر ومجدون وعكاز والمنصورية وديالة، كل هذه الحقول ممكن أن تنتج غاز ويسد جزء كبير من حاجة الكهرباء. بالتالي وزارة النفط الحالية عملوا على تأهيل حقول الغاز وإنشاء المصافي الحالية في حين تأخرت الحكومات السابقة، لهذا كانت الحاجة حاكمة للغاز المورد. الغاز المورد ينبغي دفع مردوداته، تعطلت المردودات عن عام 20 بسبب عدم إمرار موازنة في تلك العام، وعليه تظل الحاجة حاكمة للغاز المورد.